أيها الصياديون، يسعدني بصفتي مدام حنفي شيخ الصيادين أن أسلم قيادة الباخرة نورماندي تو نورماندي تو إلى أصحابها الجدد حسن أفندي وابن حميدو أفندي. عيش محميدة سيدة البحار. عيش محميدة سيدة البحار. مش عايزة هتاف خاص، عايزة هتاف عام. يعيش البحر الأحمر المتوسط. يعيش البحر الأحمر المتوسط. والآن أيها الإخوان المجتمعين في هذا الصوان من سالف العصر والأوان، أسلم حسن أفندي القبطان وابن حميد أفندي القرصان المفتاح الذهبي للباخرة العظيمة نورماندي تو تو تو. والآن سيري يا نورماندي بسم الله مجراك ومرساك. اهلا ست عزيزه. اديني والنبي شمامه وبطيخ. شمامه وبطيخ؟ يبقى صحيح اللي سمعناه. ايه هو ده؟ هو جيران الهنا، دول باين عليهم عزاز قوي اللي هتاخد لهم صنفين. ولو في تفاح كمان كنت خايف. يا ست ربنا يتمم بخير. ام احمد اهلا بالعروسه. والنبي وقتين كوسه وقتين بطاطس وراتلين ملوخيه. الف مبروك يا ست عزيزه. على ايه يا ام احمد يا دي الفضيحه؟ فضيحه ليه يا اختي بعد الشر؟ هم عريسين يتقال عليهم فضيحه؟ دي البلد كلها عارفه. يا ندامه. والنبي يا ام احمد لسه كريم يا رب. قوي يا ام احمد. صباح الخير يا ست عزيزه. صباح الخير يا فندم. صلاه النبي احسن. احسن الف مره طبعا يا فندم. ايه انت من امتى بتكلميني بالشكل ده؟ اصل مفيش داعي يعني تطلع لي من ورا الحيطان كده زي العفاريت. عفريت؟ بقيت عفريت دلوقتي؟ انت يا بنت مش كنت بتحبيني قبل ما يجوا العيال دول؟ انا وحياتك عمري ما حبيت. خلاص نسيتي كلامك معايا؟ لا ما نسيتوش، بس يعني عشان بتكلم معاك بذوق وبادب ابقى خلاص بحبك. لا يا شيخ، ونسيتي كمان ضحكك معايا. هو يعني عشان ضحكت لك على نكته بايخه قلتها ابقى بموت في دبديبك؟ انا اذنك. زوجة اوعى وجع في بطنك. صلاة النبي احسن.